طيب هنمر بشكل سريع على الايرس كلاسيفيكيشن باستخدام التنسور فلو والكيراس. تمام، اول حاجه بحمل الداتا سيت. تمام، وانا في عندي العمود هذا بدي احوله برضو لارقام، فبعمل له انكود باستخدام الليبل انكودر. فهذا العمود طبعا بتتاثر الداتا فريم كلها الدي اف كلها. تمام، هذا العمود بيساوي الليبل انكودر في الترانسفورم دي اف اوف سبيشيز. تمام، وهي شكله صار زي هيك. وهنا شفنا توزيع الكلاسز، انه انا عندي 50 50 50 150 لكل كلاس. هنا بعمل امبورت لتنسر فلو از دي اف فروم تنسر فلو امبورت كيراس. هذه حتتكرر معنا بشكل متكرر، حتمر معنا بشكل متكرر. ممكن اتحقق من الفيرجن، اتاكد انه هي فيرجن 2 بهذا الشكل. هنا ممكن اقسم البيانات هنا راح اقسم البيانات لترين وفاليديشن. فالفال دي اف بدي اخذ عينه من الترين، تمام، سامبل من الترين. قديش الفراكشن تبعتها؟ 20%. وبدي اثبت الراندوم ستيت عشان دائما يختار نفس العينه. والترين او دي اف ترين راح اعمل اخذ الدي اف بس حاعمل منه دروب للانديسيز تبعت الفاليديشن. نعم، ممكن احط اي فاليو بدي اياها، بس الفكره في الموضوع انه انا المهم انه انا اثبتها. لا مش ترو فولس، هي اني نمبر، بس انه انا اثبته عشان كل مره لما يشتغل انه يعني هنا السامبل انه اختيار عينه، فبالتالي انه حيختار نفس العينه كل مره. لو ما حطيتهاش كل مره حيختار عينه منفصل مختلفه. صحيح، بس انه هنا انا بدي اثبت يعني هذه الداتا سيت انه عشان مش كل مرة اعمل ران انه يطلع لي قيمة مختلفة، بس هي كل الفكرة في الموضوع. فالترين 120 في 5 روز في 5 كولومز، 120 روز في 5 كولومز، والفال تقريبا عددهم 30. وهنا بدنا نشوف التوزيع 42 42 36، هذا في الترين. في التست 14 8 8، هنا 120 30. خلينا ليش؟ لانه الداله هذه اللي بتحول دي اف داتا فريم تو تنسور داتا بحتاج فيها التارجت، فعشان هيك انا بخليه. فطريقه التعامل هنا شوي حتختلف، انه انا بخليه وبعديها هنا بفصله. تمام، فهذه الداتا ست شو بتاخذ؟ بتاخذ الداتا فريم والتارجت، شافل بتساوي ترو، والباتش سايز بتساوي 10. طبعا هذه ديفولت فاليوز، لو انا ما مررتهاش راح ياخذ القيم هذه، لو مررتها حياخذ القيمه اللي انا مررتها. باخذ نفسها من الداتا فريم وبخلي الليبل بتساوي الماي دي اف بوب للتارجت اللي انا مررته. هذه بتسوي شغلتين، بتحذف التارجت وبترجعه بتخزن لي اياه في الليبل. تمام، و بعدين انه باخذ التنسور داتا دي اس تي اف داتا داتا سيت فروم تنسور سلايس. ايش بدي له الداتا فريم تبعي، بعملها كاست لديكشنري وبمرر له الليبلز. واذا كان الشافل بتساوي ترو، هي اصلا باي ديفولت ترو، بروح بعمل شافل للداتا سيت، وهنا بروح بقسمها لباتشز. طريقة التقسيم للباتشز دي اس بتساوي دي اس دوت باتش، وبدي له الباتش سايز، بروح برجعها، بستدعي هذه الدالة للترين وللفاليد. ممكن استكشف عينة، ناخذ 1 باتش من الترين ونشوف كيف شكلها. زي ما انتم شايفين انه الدايمنشن 10. ليش؟ لانه الباتش سايز انا عندي هنا 10. طبعا ما بينفع ان انا اختاره اكبر من الداتا سيت، يعني انا عندي الداتا سيت كلها على بعضها 20، ما بينفعش اقول له الباتش سايز 200. تمام، بيطلع لي ايرور. طيب هنا فروم تنسر فلو امبورت
feature column. تمام؟ 20 كيف؟ 120. إذا كانت 120 كلها على بعضها بنفعش إنه نختار الباتش سايز 200. أنا حكيت 20 بنفعش إنه تكون 200. طيب الآن الخطوة اللي وراها إنه أنا بدي أجهز الـ input features إنه عشان التنسور فلو يتعرف عليها. راح أحتاج لمساعدة الـ feature column من التنسور فلو. بعرف لستة فاضية اسمها features، بروح بلف على الـ columns كلهم عدا سبيشيز. ليش؟ لأنه هو مش من ضمن الانبوت، هو الاوتبوت. وبروح بعمل الليسته هذه ابند فيتشر كولوم اللي هو هذه الفانكشن او هذا الموديول عفوا دوت نيوميريك كولوم، ولحاله بروح بحوله نيوميريك. اذا كان انتجر بحوله انتجر، واذا كان فلوت بحوله فلوت لوحده بعرف الثاني. تمام؟ لاحظوا هنا كله حوله فلوت 32 لأنه أصلاً هذه قياسات بالسنتيمتر فراكشنز كلها. بعدين بعرف الموديل، بعرف كيراس موديلز دوت سيكونشال. بعرف سيكونشال موديلز إنه أنا بدي أصفت الطبقات ورا بعض. أول طبقة لازم تكون هي عبارة عن الدنس فيتشرز، وبدي لها الليستة تبعت الفيتشرز اللي إحنا عرفناها. بعدها ببدأ أصفت الطبقات، بحط طبقات قد ما بدي، ممكن تكون تنتين ثلاثة، وهنا بحط عدد النيورونز زي ما أنا عاوز. تمام؟ لا، هذه إحنا حناخدها في درس منفصل هنا اسمه أيوه underfit and overfit. فاكرة التري لما حكينا انه الشجرة صغيرة تستوعبش والشجرة الكبيرة بتكون حافظة؟ لا، فهنا نفس الفكرة. في هذا الدرس ايش حنسوي؟ حناخد نتورك كبيرة ونتورك وسط ونتورك صغيرة ونشوف كل واحدة على اي حبدأ يعني ابني قرار انه انا اكبر ولا اصغر. اذا والله انه الاكيرسي تبعت الوسط انه هي اعلى واحدة، فبالتالي انه حجمها مناسب. تمام؟ ممكن ابدا اتحرك باليمين شوية باليسار شوية، ان انا اكبرها مرة شوية واصغرها شوي. لو لقيت على سبيل المثال انه كلهم الايرور تبعهم عالي ما عدا اكبر نتورك هي اقل ايرور، معنى ذلك انه لا بدي اختارها هي تكون الميدل الكبيرة. تمام؟ وابدا اعيد البروسيس من اول وجديد. تمام؟ هنا ضفت طبقة فيها 28 نيورون والاكتيفيشن ريلوب. اتفقنا انه في الكلاسيفيكيشن اخر طبقة بدها تكون عدد اللايرز فيها على حسب عدد الكلاسز، والاكتيفيشن بدها تكون سوفت ماكس. وعرفنا ايش هو السوفت ماكس، انه بروح باخذ اكبر انبوت بحطه واحد، اكبر اوتبوت بحطه واحد، والباقي بصفر. في هنا خطوة إضافية غير عن الأسكيلاب اللي هي الكومبايل. شو بدي أديها؟ الأوبتمايزر. إيش هو الأوبتمايزر باختصار؟ مش حكينا إنه هي عبارة عن سيرش للبيست ويتس اللي بتجيب لي أقل إيرور، فمين اللي حيدور لي؟ ففي عندي عدة ألغوريثم حتى أعمل أوبتمايزيشن للويت منها الآدم. تمام؟ حنشوف إيش هي فيما بعد. طب كيف بدي أحسب اللوس؟ الايرور يعني بدي احسب اللوس من خلال داله اسمها سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. تمام؟ ليش سبارس؟ لانه انا عندي ثلاثه كلاسز، وزي ما حكيت انه انا بحط واحد نيورون واحد انه از 1 والبقيه اصفر، فبالتالي سبارس كله مصفر ما عدا واحد. كاتيجوريكال لانه هي كاتيجوري. تمام؟ والمتريكس اكيورسي لانه هاي كلاسيفيكيشن. بعد هيك نعمل فيت للموديل. شو بدي له؟ فيت زي ما تعودنا للترين داتا. خلي بالك هذه الترين فيها الاكس والواي. تمام؟ وهذه الفاليديشن داتا. ايش هنا في عندي شغلات اضافيه؟ الابكس، وحطينا الفيربوس بتساوي زيرو عشان ما يقعدش يطلع لي الاوتبوت لكل ايبوك، لانه انا لو طلبت منه هنا 1000 حيقعد يعمل لي 1000 سطر كل ايبوك انه البروجريس تبعه. لو بدي اشوف
شكل الشبكة بحط موديل دوت سمري. هاي بقدرش ان انا اطبقها الا بعد الفت، بعد ما يبني الشبكة. تمام. طبعا هنا الكومبايل هو فعليا ايش بيسوي؟ زي كأنه بيشبك الشبكة وبعمل initialize لراندوم ويتس. هو احنا بدنا نبدأ براندوم ويتس وعلى اساسه بنبدأ نحسن في قيمة الويتس هذه. فشفنا انه كل طبقة قديش عدد البراميترز او الكونكشنز اللي موجودة في كل واحدة، ومجموعهم كلهم 1039. هجيت ممكن اشوف اخر ايبوك ايش وضع الايرور فيها او اللوس والاكيوريسي، بروح بعمل ايفالويت فالدياس، فهنا راح جاب لي انه الاكيوريسي 100%. تمام. الان لما بدي اعمل بريدكت هنا عشان نشوف ايش مفهوم السوفت ماكس، فعليا هنا راح اعمل لي ليست اوف ليستس. كل ليست مكونه من 3 قيم. ايش هي القيم هذه؟ اللي هو الاوتبوت تبع الثلاثه نيورونز. زي ما اتفقنا بناخذ اعلى قيمه بحطها 1 والبقيه بصفرهم، فممكن استعين بالارج ماكس النمباي. تمام. بحكي له انه لف لي على كل العناصر هدول وحط لي، قول لي ايش الاندكس تبع اكبر فاليو. تمام. يعني على سبيل المثال لو اخذنا لوحده زي هيك انه اكبر قيمه 2، هذه عفوا هاي بالضبط. وهنا شفنا انه 0.8 يعني 2، وهنا 91 يعني الاندكس 0، و93 هي اكبر وحده يعني 1. تمام. الان لو بدنا ناخذ تيست اكزامبل هنا، بس انه شفت الكيز اسماء الاعمده عشان احطها هنا. تمام. و حولتها لتنسور، لفيت عليها واحدة واحدة وحولتها لتنسور، ورحت عملت بريدكت راح طلع لي السوفت ماكس. طبعا بدي اشوف ايش الليبل تبعها، فطلع الليبل انا عندي 1 بهذا الشكل. تمام. ناخذ ريجريشن.